اوقف شباب الامن العام الدفاع المدني اقولهم ضمونا يا جماعه الخير خذونا بطريقنا والكو عيالنا يا زلمه عيالنا ولا واحد رضي يزمنا مشيناها مشي العقيد محمد الصوافطه بالامن العام كويس ومعوب عقيد برضو ثاني من السير نقول لهم يا ناس خذونا والكو عيالنا مشان الله نزلنا حوالي تقريبا 500 متر تحت ها لما طلعنا والله العظيم والله العظيم النسوان اللي طلعوهن الشباب شباب الغوارنة الغوارنة هم اللي يسبحوا وهم اللي يطلعوا النسوان طلعوهن عاريات طلعوهن والله وحدة مفلوق رأسها نصين ها الجسر اللي عملوه من أول شتوى ينهال بالمواطنين ها من أول شتوى ينهال بالمواطنين ويقولوا والله احنا جبنا وحطينا السيارات الدفاع المدني جابوا بالكشافات ضو الكشافات يقعن كويس الجيش يجيبوا من القنابل هذولا اللي يعمل تنوير من عدور حابس العبادي معيات يثور معيات ينور ويش تضحكوا على العالم يا دولة اترك الشعب الشعب خلاص تعب ملينا والله العظيم انه ما اجت الدولة ما اجت الدولة البارح غير لما اجى الرزاز والرزاز لما عرف انه في مواطنين اجانب ها اهتموا بالموضوع انا ابني انا شخصيا بسبب تفجيرات اسرائيل توفى سقطت عليه الدار وتوفى كويس بالنهاية اجى للقاضي رئيس المحكمة امر من فوق انهى القضية مين هو المواطن هذا الجربوع اللي بيشتكي على اسرائيل انا محمد الاجرم اشتكيت على اسرائيل وللاسف كانوا هم اللي ضدي وبالنهاية عجبنا يعني شفتوا عبارة عن مجزرة اللي عاملينها مجزرة العادة نقول للشرطة مبارح يا جماعة الخير خلينا نتعرف على عيالنا يا ناس بالليل خلينا نتعرف على عيالنا طيب اوكي زين يقول لك ممنوع يا اخي كيف ممنوع يا اخي انت يا ضابط انت بتعمل هيك فتنة ما بيني وبين العسكري من هو هذا ها مو ابني واخويا وابن عمي هذا العسكري تعمل فتنة بيني وبينه اضربه كيف يضربنا يا زلمة كيف احنا صاحبين حق احنا جايين ندور على عيالنا يا زلمة انا زلمة مريض قلب والله بالبنادق وبالبوريد في الدفر بينا شايف حسي من امبارح هذا مو حكي هذا مو تصرف هذا مو اجراء امبارح اجت الدولة كلها لما عرفوا انه في مواطنين سواح والله لو لما في مواطنين سواح ما حدا جانا ولا حدا داري عن الاردنيين